وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص بعثات لطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية من محاربي السرطان. وتنفيذا لتوجيهات سموه استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الطلبة من محاربي السرطان وأولياء أمورهم، حيث نقل لهم تحيات سمو رئيس الوزراء وتوجيهاته بهذه البعثات. الوزير قدم شكره للطلبة ولأولياء أمورهم على الجهود التي بذلوها في الأعوام الدراسية جميعا، تحدين المرض والظروف الصعبة، ومحققين ما كانوا يطمحون إليه من مواصلة مسيرة النجاح من خلال التحاقهم بالدراسة الجامعية. من جانبهم رفع طلبة وأولياء أمورهم أسماء آيات الشكر والثناء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بمنحهم البعثات الدراسية وإتاحة المجال لهم لمتابعة دراستهم الجامعية. ساعدوني في العلاج بالخارج لسنتين من المرض، فالحمد لله رب العالمين، قدموا لي تسهيلات وايد في المدرسة، وإن شاء الله أطمح أن يقدمون لي في الجامعة مثل الشيء. أشكر معالي الوزير على المساهمة في تحقيق أحلام الطلبة، طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان. حلمي الوحيد أن أنا طبعا أشتغل في الإعلام، وإن شاء الله يتحقق. إنه وايد مستانس إني نجحت يعني وتخرجت بفضل الله، ثم مساعدة يعني الوزارة لي والتسهيلات اللي صارت، ويعني أشكرهم يعني على المبذول والمجهود اللي سووه. قدمت لنا وايد تسهيلات، منها اللي هو الأعذار الطبية، لجان خاصة، الامتحانات أسهل. التشجيع اللي حصلته هو اللي ساهم في وصولي لهالمرحلة. في تسهيلات عديدة في الوزارة وفرت لنا، وأشكرهم على هالتسهيلات، وأشكرهم على هالاستضافة، وهي يعتبر شيء كبير تشجيع لي في المستقبل، ونكمل الدراسة الجامعية بنجاح وتفوق إن شاء الله.